تابعة ليها هي اللي هتقوم بالأعمال، ومحافظة القاهرة هتأجر منهم المول التجاري وتقوم بالتعامل مع الباعة الجايين في المكان الجديد اللي هو هيبقى منتهي بعد 5 سنوات إن شاء الله. أنا عاوز أقول للشعب المصري بأبناء محافظة القاهرة والباعة الجايين أيضا إن إحنا بنوازن بين المصلحة العامة لجموع الشعب ومن شكل المدينة ونظافتها وكونها واجهة لمصر أمام العالم وبين الاعتبارات الأخرى، وأنا أتوقع من الجميع أن يعلو مصلحة البلد عن الاعتبارات الخاصة، وأنا أرجو أنه ما حدش يستمع لأي شائعات أنه الناس جايين هنا عشان احنا مش هننفذ المشروع الثاني، هذا غير صحيح وهذا وعد صادق من رئيس مجلس الوزراء يعني شخصيا. بيقال ان احنا لقيناهم في الصحراء، وانا ما اعرفش ازاي 50 متر من شارع الجلاء يبقى في الصحراء ولا 100 متر من كورنيش النيل يبقى صحراء. احنا هنا في مكان خلف مؤسسه الاهرام حوالي 50 متر تقريبا، وبالتالي المكان ده مكان كويس، واحنا ممكن جدا نشغل خطوط مواصلات ميكروباصات توصل لحد هذا المكان اذا كان هذا مطلوب ومكان مضاء وامن. واحنا نفسنا كحكومه سوف نروج لدى الزبائن هؤلاء الناس، نروج هذا المكان وندعوهم ان هم يجوا، وهنسبقهم ان نيجي الى هذا المكان، لان احنا من مصلحتنا ان هم يعني 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 مصدر رزقهم لا ينقطع، ان دول مسؤولين عن بيوت وعن اسر، وبرضه احنا عاوزين التجربه تنجح، ونجاحها هياتي من استقرارهم في هذا المكان بالمحافظه اللي احنا بنتكلم فيها.